فمسجد رسول الله الذي اختار مكانه وقام ببنائه الأنصار كان يقع بالقرب من السوق الأسبوعي الذي كان يقام يوم الجمعة. وفي أحد أيام الجمعة وبينما كان الرسول يؤم المصلين على صوت الأهازيج من خارج المسجد إعلانا بوصول قافلة تجارية، فتنافر بعض المنافقين من المسجد والرسول يصلي بالناس، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقبل أن نواصل حديثنا نطرح هذه الأسئلة: هل الآيات تذكر صلاة خاصة بيوم الجمعة؟ هل الآيات تشرع صلاة خاصة بيوم الجمعة؟ هل الآيات جاءت بخطاب تشريعي يوجب صلاة معينة؟ الآيات لم تأتي بخطاب تشريعي يشرع ويفرض صلاة خاصة بيوم الجمعة، ولم تذكر صلاة خاصة بيوم الجمعة، ولم تشرع صلاة خاصة بيوم الجمعة. الخطاب في الآيات توجيهي يحذر المنافقين من ترك الصلاة مع الرسول مرة أخرى. الصلاة هنا تعني صلاة الجماعة والخروج من المسجد لاستقبال القافلة، هذا ما تقول الآيات. الآيات تذكر أن هناك بعض المنافقين خرجوا من المسجد وتركوا الصلاة مع الرسول لأن هناك قافلة تجارية وصلت للسوق المجاور للمسجد، وتحذرهم من فعل ذلك مجددا. هذا كل ما تقول الآيات. كل من يجد في نفسه عدم استيعاب ما نقول هنا عليه أن يهدأ ويتلو الآيات بتركيز وانتباه، وسيجد أنها لا تتحدث عن أن هناك صلاة للجمعة ولا تشرع صلاة خاصة بيوم الجمعة. وأتمنى أن يأتي واحد ويقول لي أنت غلطان ويبين لي أن هذه الآيات تشرع صلاة خاصة للجمعة. لنتذكر أن الصلاة تعلمها الرسول منذ اليوم الأول للبعثة وصلاها لوحده أياما وأسابيع قبل أن يدخل أحد الإسلام. لو كان للجمعة صلاة خاصة لصلاها الرسول في مكة. المفسرون والفقهاء قالوا أن صلاة الجمعة فرضت في المدينة بعد الهجرة. طيب أين هي الآيات التي تفرض هذه الصلاة؟ لا يوجد. ما يوجد هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها المنافقين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أين في الآية تشريع صلاة الجمعة؟ الآية لا تقول صلوا صلاة خاصة بيوم الجمعة. لو كانت الآية تتحدث عن صلاة خاصة ليوم الجمعة لكان الخطاب للمسلمين. آيات سورة الجمعة التاسعة والعاشرة والحادي عشر تخاطب المنافقين، تخاطب المنافقين فقط، هم من خرج من المسجد، هم من ترك الصلاة من أجل التجارة. بقية المسلمين استمروا في صلاتهم مع الرسول ولم ينزل في حقهم قرآن. الحديث في الآيات لا علاقة له بصلاة خاصة بيوم الجمعة. أرجو أن يكون كلامي واضح، ومن يجد لبسا فسأحاول التبسط أكثر. هناك حديث عن كعب بن مالك أنه إذا سمع النداء أي الأذان للصلاة كان يترحم لسعد بن زرارة، لأن سعد أول من جمع بالأنصار يعني المسلمين في يثرب الصلاة، وكان ذلك في مكان يقال له نقيع الخضمات. المفسرون اعتبروا الحديث دليل على أن هناك صلاة جمعة، مع أن الحديث يقول جمع الناس للصلاة ولم يقل جمع الناس لصلاة الجمعة. جمع الناس للصلاة يعني لصلاة الجماعة. سعد بن زرارة كان أول من جمع المسلمين في يثرب للصلاة جماعة وليس جمعة، وذلك قبل وصول الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجرا. كعب بن مالك كان يترحم على سعد كلما رفع الأذان لأنه يتذكره كونه أول من جمعهم على صلاة الجماعة. لو كان سعد بن زرارة قد صلى بالناس صلاة جمعة كما نفعل الآن لذكر الحديث أنه خطبهم وصلى بهم ركعتين بدل أربع ولا حفظوا لنا شيئا من خطبته. لو كان هناك صلاة خاصة ليوم الجمعة فلماذا لم تذكر لنا كتب الحديث خطبة واحدة للرسول؟ أليست صلاة الجمعة تقوم على الخطبة؟ الخطبة في صلاة الجمعة هامة جدا، لدرجة أن من مس الحصى والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، كما يقول الحديث الذي اختلقوه لتأكيد صلاة الجمعة. تخيلوا كيف عظم المفسرون والفقهاء أمر خطبة الجمعة لدرجة أن من سهى عن متابعة ما يقول الخطيب ولو للحظة، هذه اللحظة جعلته يمس الحصى الذي يفترش أرض المسجد، لو فعل هذا فسدت جمعته. يا ساتر، ليس هناك حديث يقول من سهى ولو قليلا في الصلاة فلا جمعة له أو فلا صلاة له، بل قالوا يجوز للمصلي وللإمام أن يسهو وينسى ركعة كاملة، وجعلوا له مخرجا بأن يسجد سجدة ويعيد الركعة
وستقبل صلاته وكأن شيئا لم يكن. تصوروا كم هي مهمة جدا خطبة الجمعة عندهم بطبيعة الحال. في ذلك الزمان لم يكن هناك وسائل إعلام توصل قرارات الحكومة للناس، خاصة بعدما توسعت دولة المسلمين وحكمتها قريش بدءا من بني أمية والعباس، فكانت خطبة الجمعة أهم وسيلة لتوصيل الناس القرارات. لنتذكر أن عبد الملك بن مروان قد قام ببناء قبة الصخرة وببناء مسجد بقربها وسماه المسجد الأقصى لكي يحج له أهل الشام وغيرهم بدلا عن مكة، لأنه لا يريدهم أن يحجوا لمكة لأن حاكمها عبد الله بن الزبير يخطب الناس يوم عرفة ويشن على ابن مروان وسياسته وكفره، كما ورد في كلام ابن الزبير: لقد صرف الناس عن حج بيت الله الحرام وجعلهم يحجوا لبيت بديل ونتج عنه ظهور ما عرف بالإسراء والمعراج وأضرار أخرى لدين الله لم يهتم لها السياسي عبد الملك بن مروان، كان همه المحافظة على كرسيه وعدم ثورة أهل الشام عليه، وكانت الخطبة هي وسيلة الإعلام المؤثرة في الناس. فهل نستغرب لو أن أولئك الحكام هم من ابتدع للجمعة صلاة خاصة تقوم على الخطبة التي جعلوها تسبق الصلاة وجعلوا حضور الخطبة أهم من الصلاة والانتباه لما يقال فيها أهم من الخشوع في الصلاة، لأن الخطبة تنقل للناس ما يقول لهم السياسي وما يحذرهم منه وما يطلب منهم أن يفعلوه. من صرف الناس عن الحج لبيت الله واستبدله بمسجد وقبة لن يصعب عليه استبدال صلاة عادية بصلاة خاصة يوم الجمعة ولها خطبة. ثم تضخم فقه صلاة الجمعة ويوم الجمعة، وأصبح يوم الجمعة أفضل يوم طاعت فيه الشمس، ومن مات فيه فقد وقاه الله عذاب القبر. وفي يوم الجمعة ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، والقيامة تقوم يوم الجمعة، وفضائل أخرى لا حصر لها، مجلدات لفضل يوم الجمعة وفضائله. وكما قلنا سابقا هناك قاعدة يجب أن نلاحظها، وهي أنه إذا ما بالغت الأحاديث في الحث على شيء فهو مختلق والمبالغة فيه لترسيخه بين الناس. وهناك حديث منسوب لأبي هريرة وحذيفة يقول: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. انتهى الحديث. الله جل وعلا لم يخص يوم الجمعة بأي فضيلة، ولم يخص أي يوم بأي فضيلة، أقصد فضيلة تثبت ثابتة مستمرة مع الأيام، يعني كلما جاء هذا اليوم فله فضيلة، لا، قد يكون حدث في يوم من الأيام شيء مقدس مثل تلك الليلة التي نزل فيها القرآن والتي لم يذكرها القرآن، لم يذكر في أي ليلة ولم يذكر في أي تاريخ لئلا يغالي فيها الناس، لكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر ولم يخص أي يوم بأي فضيلة، كلها أيام تطلع فيها الشمس وتغرب، وتسمياتها لنعلم عدد السنين والحساب. المسلمون بعد الفتوح اختاروا يوم الجمعة ليكون لهم كما لليهود يوم السبت وللمسيحيين يوم الأحد. يوم السبت يوم لعن الله فيه بني إسرائيل لأنهم تعمدوا الصيد يوم السبت الذي حرم الله عليهم فيه الصيد، فنقلوا في كتبهم أنه يوم مقدس وليس يوم لعنوا فيه كما هي عادتهم في قلب الحقائق، وصاروا يقيمون فيه عبادات خاصة به وصار مقدسا لديهم ليطمسوا الحقيقة. كما قلنا النصارى ليسوا المسيحيين وليس لهم يوم مقدس، المسيحيون لما ظهرت المسيحية اختاروا يوم الأحد ليكون يومهم الأسبوعي المقدس الذي يذهبون فيه للكنيسة، فجاء من دخل الإسلام منهم بخلفياته المسيحية ونقلوا هذا التقليد واختاروا الجمعة، مع أن الإسلام ليس فيه يوم مقدس، كل الأيام سواسية وكل يوم يجب فيه على المسلمين ما يجب عليهم في الأيام الأخرى دون زيادة أو نقص. قد يكون اختيار الجمعة تم في نفس الوقت الذي تم فيه اختلاق صلاة خاصة ليوم الجمعة ليكون فيها خطبة تسمع الناس قرارات الحكومة، ولأن هناك حادثة وقعت زمن رسول الله يوم الجمعة حيث خرج بعض المنافقين من المسجد وتركوا الصلاة، فقد تأول المفسرون الحديث عن تلك الواقعة وكأنه دليل على أن هناك صلاة خاصة بيوم الجمعة، وبعد ذلك صار من السهل أن يتقبل الناس أن يكون هناك خطبة
وتقصر الصلاة إلى ركعتين. نعود لآيات سورة الجمعة والتي تتحدث عن منافقين خرجوا من المسجد وتركوا الصلاة مع الرسول ليستقبلوا القافلة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو أن السوق كانت تقام يوم الاثنين وخرج المنافقون من المسجد يوم الاثنين لقالت السورة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الاثنين. الآيات لا تحرم الخروج من المسجد وترك الصلاة فقط يوم الجمعة، وكأنه لو خرج المنافقون من المسجد يوم السبت وتركوا الصلاة مع الرسول فلا حرج عليهم ولا ذنب. الآيات لا تحرم الخروج من المسجد وترك الصلاة إذا كانت الصلاة صلاة الجمعة، ولكن لو كانت الصلاة غير صلاة الجمعة وتكون صلاة المغرب فيجوز ترك الجماعة مع الرسول وقطع الصلاة وخروج من المسجد. الآيات لا تقول بهذا ولا يفهم منها هذا. الآية تحرم الخروج من المسجد وترك صلاة الجماعة مع الرسول، ليس فقط يوم الجمعة، الصلاة حكمها واحد. جاء ذكر يوم الجمعة لأن الحادثة وقعت يوم الجمعة، لأن السوق تقام يوم الجمعة. الله جل وعلا لم يسمي هذه الصلاة صلاة خاصة كان الناس يؤدونها يوم الجمعة. ليس هناك صلاة جمعة، هناك صلوات جمعة، هي نفس الصلوات التي تؤدى يوم السبت والأحد والاثنين وكل أيام الأسبوع. لو كان هناك صلاة خاصة يوم الجمعة لصار لها اسم. هناك صلاة المغرب، هناك صلاة الفجر، هناك صلاة العشاء، هناك صلاة طرف النهار. ما هو اسم صلاة الجمعة الخاصة هذه؟ إطلاق مصطلح صلاة الجمعة على هذه الصلاة التي يؤديها المسلمون اليوم كركعتين وخطبة لم يسمها الله ولا رسوله، هي تسمية سماها المسلمون بعدما عرفوا هذه الصلاة وبعد عصر الرسول. الرسول لم يخطب في حياته خطبة واحدة، لا يوم جمعة ولا يوم عرفة ولا في أي يوم، لأنه لا يستخدم كلامه الشخصي في الدعوة لدين الله أو العبادة. يوم عرفة فقط تلا سورة براءة على الناس ولم يتكلم بكلامه الشخصي ولا بكلمة واحدة. الرسول لم يخطب في حجة الوداع ولا في غيره. لا أحد من أتباع المذاهب وقف وتساءل أين هي خطب الرسول في يوم الجمعة. روايات الأحاديث التي تعد بمئات الآلاف ذكرت كل شيء ونسبته للرسول، لدرجة أنهم ذكروا أن امرأة تزوجها الرسول وأنها استعاذت بالله منه عندما رأت وجهه. هذا القبح في اختلاق القصص المخزي ونسبتها للرسول للنيل منه تمتلئ بها كتب الحديث وتمتلئ بما هو أقبح منها بحق الله والرسول والقرآن، لكنها تخلو تماما من اختلاق خطبة واحدة للرسول قالها جدلا في يوم من أيام الجمعة. وقبل الختام لا بد من التذكير بأن الصلاة التي خرج منها المنافقون للحاق بالقافلة كانت صلاة طرف النهار الأول. كيف عرفت يا بن قرناس؟ الأمر سهل وواضح. وقت صلاة الطرف الأول يبدأ مع شروق الشمس. بدء الأسواق الأسبوعية التي ما زالت تقام حتى اليوم في جنوب جزيرة العرب هو مع شروق الشمس، وعادة ما ينتهي السوق قبل الظهر. البضائع تأتي للسوق قبل بدايته أو مع بدايته، والقافلة وصلت للسوق في الوقت الذي كان الرسول يؤدي صلاة طرف النهار الأول بالناس، هكذا وبكل بساطة. وهذه القرينة تنسف أن يكون هناك صلاة جمعة. القوافل لا تأتي للسوق قريبا من الظهر، لا تأتي وسط السوق، ولكنها تأتي مع بداية السوق. ونتوقف هنا على أن نواصل الحديث بعون الله في لقاءات قادمة. أعاذنا الله وإياكم من شرور أنفسنا وشياطينها، والحمد لله رب العالمين.